إلى أن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية، ولكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر، هي شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، شرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي. هناك دائما لا نفرق للأسف حتى في كليات الحقوق أحيانا وفي تونس أخيرا انتر ليغاليتي اي ليجيتيميتي، سو سون دو كونسيبت ديفيرون. المشروعية يجب أن تكون هي مصدر الشرعية الجديدة،